دلوقتي مشاهدينا خلونا نعرف مع بعض أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها بالتفصيل في سياق العرض التالي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس بتنظيم محاضرات واحتفالات بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر بالمدارس لتعريف الطلاب بأهمية هذا الحدث المهم لرفع الوعي وتنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب. النهاردة مراسم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثانية ظهراً في مقر الاتحاد الإفريقي كاف بالقاهرة، ومن المقرر أن يتواجد الأهلي في التصنيف الأول بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الثاني قبل سحب القرعة، ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات الجمعة 25 أكتوبر قبل أن يتأجل إلى الثلاث 26 نوفمبر. النهاردة بيترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي لاكتمال القوة الضاربة قبل مواجهة موريتانيا، وبتكتمل القائمة بانضمام عمر مرموش نجم أنترخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد نجم نيس الفرنسي.